الاحتقان الشعبي المناهض للعنصرية موجة تتضح معالمها كل يوم على المستوى الافتراضي والواقعي، وتشهد تناغماً بين ما هو واقعي وافتراضي وبين ما يتناوله الإعلام ويتحول إلى واقع يتداوله اليمنيون في مجالسهم. اللحظة اليمنية الرهينة المحتقنة جاءت تحصيل حاصل للانقلاب والاجتياح الذي دك أغلب الروابط بين اليمنيين بلا استثناء، وسعى إلى تقويض ما تبقى من دولة كانت الحامي القانوني والمادي للحد الأدنى من المشتركات بين اليمنيين. غياب الدولة التي تعرضت للانقلاب مثل غياباً لتحصين المواطن من الهمجيات والنزوات والانتهاكات، خصوصاً عندما أصبحت الشخصيات المرتبطة بالميليشيا الانقلابية تقدم ذاتها فوق الناس وفوق القانون، وبإمكانها إلحاق الأذى بالمواطنين تحت سيطرتها في مزاج عابر. حادثة التاكسي ذائعة الصيت التي خلقت جدلاً واسعاً في الوسط المجتمعي والإعلامي بين الفعل وردة الفعل، وما صاحبها من انفلات في الخطاب والمضامين والتناولات إحدى تجليات ذلك الاحتقان الواسع الذي يبرز بين فترة وفترة ليقدم ذاته كظاهرة. ثمة احتقان شعبي واسع مناهض للعنصرية، وهذا لم يعد خافيا على أحد، خصوصا مع بروز لافتة السلالية كلافتة عامة للانقلاب الحوثي الذي يعد امتدادا للميراث الإمامي، بينما يراه اليمنيون خلطة إمامية على المستوى المحلي وخلطة من الملالي الفاشية على المستوى الإقليمي. المتفحص للرأي العام الدائري حول حادثة التاكسي التي حملت هاشتاغ صاحب التاكسي يمثلني يكشف أن ثمة بروزا للتطرف في الفعل وردة الفعل، سيما عندما يتعلق الأمر بالتأويل السلالي للسلوك الصادر عن أدعياء الامتيازات السلالية التي حضرت بالتزامن مع حضور الجماعات الحوثية. الهيجان اللاأخلاقي في بعض الخطاب المقاوم للعنصرية السلالية يشير إلى أن ثمة تجاوزاً أخلاقياً لا علاقة له بحرية التعبير، بقدر ما يتعلق بالخلفية التي لم تتعافى من التشوهات الاجتماعية أو ما يعرف بالوصمة الاجتماعية المتعلقة بالتاريخ الطويل من ممارسة العنف والإقصاء بشتى أشكاله.